حيت فرحان حيت تأهلنا للفينال، اما ما نقدرش ندير التصريح. الحمد لله التأهل الحمد لله تأهلنا. سمحوا لي راهي مع الفرحه، كنظن الجمهور الرجاوي يستاهل اكثر، رغم اننا كنا باغيين نكونوا في مستويات احسن، ولكن الحمد لله النهائي ان شاء الله الفريق الرجاء الرياضي غادي يرجع من البنين ويجيب لنا الكاس ان شاء الله. فريق الرجاء الرياضي دائما كان كيشرف الكره المغربيه ومازال، المستقبل ان شاء الله غادي يكون احسن ان شاء الله. شكرا. كيفاش عشتي ضربات الجزاء؟ ضربات الجزاء ما كيف ما عاشوها جميع الرجاويين، حنا شويه الرجاويين عندنا واحد الغيره كتكون شويه كبيره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اننا استطعنا اننا نتاهلوا للنهايه، رغم ان المقابله ما كانت صعيبه، كانت مقابله فخ. يعني ماشي نقولوا بان الفريق كان سهل، الفريق كان قوي، والفرق المصريه دائما كتلعب بواحد الطريقه اللي كتخلينا انا حنا كمغرب، اننا انديه مغربيه انا كنوجدوا معهم صعوبات، ولكن كما قلت لكم عندنا فريق غيلعب نهائي كاس الافريقيه، وان شاء الله نجيبوا الكاس كما عودنا دائما نادي الرجاء الرياضي. وشكرا. شكرا من لاعبي الرجاء ومن مدرسه الرجاء. الحمد لله المدرسه ديال الرجاء دائما كتعطي لاعبين. شفتوا اللاعبين اليوم صغار لعبوا ضربات الجزاء، شفتوا اللاعبين كيفاش قدموا وبينوا على الفريق. ما نقولوش ابناء الفريق، نقولوا كلهم ابناء الفريق. اليوم كلهم كيلبسوا قميص نادي الرجاء الرياضي وشرفوا الكره المغربيه. اليوم عندنا واحد الساعه ديال الفرحه، كما قلت لكم الفريق الرجاء عودنا دائما على اننا نرجعوا ونقدموا واحد المستوى طيب. فريق الرجاء يشرف الكره المغربيه وغيشرف الكره المغربيه. خصنا كنا ندعموا الفريق هذه الايام، لا جماهير لا محبين لا صحافه لا اعلام، وان شاء الله الكاس تكون ان شاء الله مغربيه ان شاء الله. شكرا. لا ما شوف هذه المقابله مع فريق مصري كانت عندها خصوصيات، كانت عندها واحد الخصوصيه، ولكن الحمد لله كما قلت لك مع ابناء الفريق واللاعبين اللي كانوا اليوم فكرنا شويه في المقابله اللي كنا تقصينا فيها، ولكن الحمد لله ربي ما خيبناش والفريق استطاع انه يتاهل نهائي.